أما هلأ سالي وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم مع ضيفنا الأول، يعني بدنا نحكي شوي بعالم الطب والصحة. رح نحكي عن القصبات المسمى بالشعب الهوائية والتهابها يلي بسبب تغيير بشكل ووظيفة الشعب الهوائية وحالات التهاب مزمنة ومتكررة. للحديث عن التهاب القصبات المزمن معنا الدكتور رامي بدوان اختصاص صدرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور رامي. يعني خلينا نحن نحكي هيك بفترة من الفترات كورونا صار كل ما حدا يجعه صدره فهو كورونا بلا ما انه يشوف اذا عنده مشاكل مثلا ربو، مشاكل تحسسية، عنده ضعف ايضا بمنطقة الصدر، كل حدا فينا عنده نقطة ضعف. كله كورونا كانت تفسر او خلينا نقول تشخص. خلينا نحكي بداية نتعرف شو هي القصبات الهوائية، وين بتتوضع بجسم الإنسان بداية يعني. تمام. هلأ هي شيء اسمه الشجرة القصبية. نحن خلينا نتخيل مثل الشجرة في إلى ساق وفروع وبتنتهي بالأوراق والثمار. هاي الشجرة ليبية هيك، يعني صارت الساق من فوق والفروع من تحت. هي تماما هيك الشجرة القصبية، سموها هيك لأنه بتشبه الشجرة. تمام. الساق هي الشيء اسمه الرغامة، والتفرعات والأغصان هي القصبات. تنتهي بالأوراق اللي هي آخر الرئة اسمها الأسناخ، كلها على بعضها هي اسمه السبيل التنفسي. هي شو وظيفتها للقصبات؟ هي قصبات هوائية بتمرر الهواء من المحيط الخارجي للأنف لتيجي للرغامة للقصبات حتى نصل للرئة مشان ناخذ منه الأكسجين. نعم. نطرح غاز الكربون. طيب دائما خصيصا يمكن خلينا نقول بفصل الشتاء أكثر شيء، وأيضا بالصيف بنلاقي أنه العالم بتروح لعند الدكتور دائما عندك التهاب قصبات التهاب قصبات، فيما بعد قد يتحول هذا الالتهاب إلى التهاب قصبات مزمن. بداية شو هو التهاب القصبات؟ ليش بيحدث؟ وأيمتى بيتحول إلى التهاب قصبات مزمن؟ هلا التهاب القصبات نوعين شقين كبار. نعم. شيء اسمه التهاب قصبات حاد، شيء اسمه التهاب قصبات مزمن. التهاب القصبات الحاد هو عبارة عن مرض بسبب الفيروسي غالباً، 75% منه فيروسي، وفي جرثومي يعني مرض بسبب كائنات مجهرية بصير، بيؤدي لارتفاع الحرارة، سعال، وهن عام، آلام صدرية خفيفة. مثل ما حكيت غالباً بيكون فيروسي، ما بده صادات أو مضادات حيوية يعني. نعم. سوائل خافضات حرارة. نعم. وراحة بالليل. سوائل دافئة. تمام. نعم. بيروح. هذا التهاب القصبات الحاد. 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 التهاب القصبات المزمن شيء ثاني. اللي هو؟ شيء ثاني، هذا بيكون سببه مو فيروسي، بيكون سببه الملوثات الهوائية، الملوثات من التدخين، من تلوث الهواء. نعم. دخان السيارات، المعامل. فينا نقول عنه تحسسي يعني هو هذا التهاب القصبات المزمن؟ هو بسبب التدخين والملوثات الهوائية بيؤدي لتغير ببنية القصبة. تمام. يعني تخريب، هو عبارة عن تخريب بيؤدي لسعال مزمن. نعم. مزمن مع الوقت، ما أنه محدد أسبوع 10 أيام، مزمن مدة طويلة. يعني وانت عم تحكي دكتور يمكن في استفسارات كثيره عم تجينا، وفي حاله معينه انا حابه اسال عنها. يعني هي بيئه نظيفه عايشه فيها خلينا نقول مثلا، او عايش فيها الشخص، ولكن هو عايش على البخاخات نتيجه التهاب قصبات مزمن مثل ربو صاير عنده، فهيدا الحاله يعني بده يضل عايش على البخاخات اللي هي عم تحتوي على ماده الكورتيزون، وبالتالي عم بتخلي الجسم يعني يسمن. يعني مثال يمكن انا اختي عندها هذا الوضع، يعني 3 بخاخات عم تاخذ، ولهلا ما في علاج. انه هل عن جد ما في علاج ابدا؟ هلا بس حتى ما نخلط الموضوع بين شوي، الربو والقصبات في شيء اسمه ربو وفي تماماً. شيء اسمه التهاب قصبات مزمن. تمام. هذا مرض، هذا مرض ثاني مختلفين. نعم. تماما. تماما. هلا هن اثنيناتهم بيعملوا تضيق بالقصبات الهوائيه. تضيق. تماما. ممكن اللي بتعرفيه عم تاخذ موسعات قصبيه. موسعات قصبيه، هي ما فيها كورتيزون موسعات القصبيه، شيء ثاني يمكن. ايه هي موسعات قصبيه وفي دواء كورتيزون. تمام. يعني هدول صنفين مختلفين. الاثنيناتهم يستخدموا لعلاج الربو ولالتهاب القصبات المزمن. خلينا نقول الربو له علاقة أكثر بالتحسس. بيكون الإنسان منيح فجأة بيتعب، بتسوء حالته، ثاني يوم بصير منيح، بيرجع منيح. أما التهاب القصبات المزمن لا، حالة سيئة دائما،
دائما وضع سيء، دائما ضيق نفس، دائما سعال، دائما بيكون وهن عام، تعب. احيانا بالحالات الخطيره بصير في يحتاج المريض للاكسجين. نعم، خلينا معناتها نحكي اكثر عن اعراض التهاب القصبات المزمن مشان نوضحها للمشاهدين بشكل اكبر ليقدروا يفرقوا بينها وبين الاعراض الاخرى اللي قد تصيب اي الجهاز التنفس. اعراض التهاب القصبات المزمن ممكن ترافق بسعال، ضيق نفس على الجهود الخفيفه او الشديده. ممكن على الجهود البسيطه جدا هي بمراحل متقدمه، حكينا السعال، ضيق النفس، هدول اهم عرضين. هلا ممكن السعال يكون منتج معه بلغم او بدون بلغم. تمام، هلا هي على مده طويله بيعاني منها المريض، وهن عام، تعب. هلا هون المريض ممكن غالبا بيكون مدخن غالبا، بيربط الموضوع انه هي سعاله هي بلغم بسبب التدخين، ما بيعطيه اهميه انه شيء طبيعي، اللي بدخن بيطلع بلغم، ما في مشكله. يعني على مدى السنوات، وخاص غالبا بعد سن الخمسين بصير الاعراض تكثر وتزيد، وكل ما عم يدخن كل ما بيزيد الموضوع سوء. بصير في تعب على الجهود البسيطه، يعني انا بدي اطلع طابقين بصير بلاهت. صحيح، بصير احيانا صفير بالصدر، بصير واحد عم يتنفس صدره بيسمع صوت صفره بصدره. هذا الصفير ما هو طبيعي. بيروح على الطبيب هون من خلال الفحص السريري، السماعة، في شيء اسمه وظائف رئة نحن ممكن نعملها للمريض، صورة الصدر، تحاليل ممكن تساعدنا، ممكن نشخص شيء اسمه انسداد قصبي، انسداد رئوي مزمن. هذا الانسداد الرئوي المزمن أكيد نحن بحاجة لهم بخاخات وعلاجات دائمة، وأهم شيء إيقاف التدخين. لإيقاف التدخين احيانا ما بيكونوا بيدخنوا يمكن، تمام، بس حواليهم مدخنين، التدخين السلبي ايه؟ تمام. كمان احنا ببيئه يعني عن جد ما انا نظيفه، يعني انه نحكي على دخنه السياره ممكن ما يكون مدخن تماما، فهذا الشيء شلون فيه يتجاوزه؟ يعني بطريقه ما يقعد بغرفه منعزله، ممكن يطلع يحط كمامه كمان تحجب هذا الهواء عنه لو هو شوي بيتضايق، بس احسن ما يفوت الدخان لصدره ويزيد من حالته اذا كان معه التهاب مزمن. تمام، حتى نوضح شغله مهمة. هلا مو كل شخص بدخن هو رح يتعرض لهالمشكلة هي. تماما، يعني جيبي 100 شخص بدخن 10 منهم ممكن يتعرضوا لالتهاب قصبات مزمن. 90% ما يصيبهم شيء، في شيء اسمه تحسس او بنية تأهب يعني للمريض انه يطور هيك مرض، او ممكن يكون نوع من الوراثة اذا الاهل عندهم بيكون في عندهم استعداد وراثي طبعا. وفي شدة التدخين، اللي بدخن باكيت باليوم واللي بدخن باكيتين ثلاثة. التلوث الخارجي منهم ما بيتأثروا، منهم بيتأثروا بشدة. هلا إذا واحد تعبان وعنده أعراض هيك، أعراض اللي حكينا عنها سابقا، أكيد ما لازم يعني يستمر بالموضوع، لأن كل ما زاد التدخين كل ما زاد الطين بلة مثل ما بيقولوا. وهي المواد المخرشة كثيرة من المنظفات ومنها كثير أشياء ممكن نتعرض لها خلال نهارنا، وهي تكون مواد مخرشة للصدر ويعني للتنفس بشكل عام. تمام، طيب حكينا نحن عن الأعراض، طرق العلاج خلينا نتطرق لها، كيف بتكون آلية العلاج؟ وهل يختلف بين إذا كانت هي نوبات قد تأتي وتذهب أو نوبات مستمرة بشكل دائم؟ الطرق العلاج، نحن المريض لما بيجينا أول شيء بنقول له توقف التدخين إذا ما كان مدخن. هلأ لأنه في أشخاص كثيرة ممكن بيصير عندهم التهاب قصبات مزمن هن غير مدخنين. هلأ مو كثير، لا الأغلبية مدخنين. التهاب قصبات مزمن قلت لك غير الربو، نحن إذا عم نحكي عن التهاب قصبات مزمن. غالبا بيجيك المريض بعمر الخمسين غالبا وما فوق، غالبا بيكون مدخن. هلا اذا ما كان مدخن نحن بدنا نبحث عن شيء ثاني، هل هو مدخن سلبي؟ هل ممكن تشتغل بيشتغل ببيئه غير نظيفه، معامل فرضا سيارات، دخان، بيئه غير المدينه اللي عايش فيها كثير ملوثه، ممكن تلعب دور. صحيح، بحجم التدخين بنفس القصه. نعم، هلا نحن ما فينا بجوز نغير كل نمط الحياه، يعني ما بنقدر 100%، ما بنقدر. إذا بحالات قصوى ممكن ببيئة العمل يحط كمامة، أو ممكن يغير طبيعة عمله تمام حتى يخفف شوي إذا قدر، أو يطلع على الجبل هيك شوي، شو يطلع على الجبل يرتاح يغير جو.
تمام. دكتور خلينا نحكي ايضا نرجع نحن للسبب الرئيسي اللي بيصير في التهاب قصبات. يعني احنا ما سمعنا انه والله وراثة التهاب القصبات انه هو مرض وراثي خلينا نقول، ولكن الجسم مثل ما حكينا يعني في له نقطة ضعف معينة. تمام. هل نقطة الضعف بتكون من ولادته للشخص للجنين، يعني بس يخلق من بطن امه بيكون هاي المركز هون شوي عنده ضعف فيه، او هو شيء مع الايام يمكن يتعرض له؟ هلا نحن لما نقول مرض وراثي هو مو مرض وراثي 100%. تمام. في تاهب وراثي. تاهب. ايه مو معناته اذا في شيء وراثي معناته رح يصير. ان العامل الاساسي هو التدخين. العامل الاساسي او تلوث الجو. هلا بدهم يزعلوا المدخنين. وكمان بحب نوه مو كل المدخنين، حكيتها مو كل المدخنين رح يصيبهم هيك، بتكون عندهم استعداد ضعف معين، التهابات رئوية سابقة. نعم. في ناس عندهم التهابات غير معالجة بتأهب لأنه يصير في عندهم التهاب قصبات مزمن. على أمراض رئوية مثل توسع قصبي أو مشاكل، يعني مشاكل موجودة بالرئة وموجودة عن شخص تاني، أي بتأهب لتطور الموضوع. نعم. بيجي التدخين بيزيد هو العامل الأساسي. طيب التهاب القصبات كمان يمكن بما انه نحن حكينا عن التهاب نوعين، التهاب القصبات الحاد والتهاب القصبات المزمن، خلينا شوي نرجع على التهاب القصبات الحاد. هو يمكن بيجي بكل الاعمار بغير التهاب القصبات المزمن يلي يمكن بيعانوا منه اشخاص بعمر معين مثل ما حضرتك ذكرت. الاطفال كمان معرضين لالتهاب القصبات الحاد. خبرنا شوي شو الاسباب اللي ممكن انه تدفع انه يصير هذا الشيء مع الاطفال؟ هلا التهاب القصبات الحاد مثل ما حكينا هو مرض جرثومي او مرض فيروسي نتيجه لعوامل كمان ممكن هو الفيروس بزيد بالشتاء. هلا ليش بالشتاء؟ بالشتاء في الشخص بيكون قاعد بالبيت مسكر الشبابيك، يعني بيئه مغلقه، ممكن يكون في تجمع، ممكن واحد يسعل ما انه حاطط محرمه على تمه ينتشر العطاس بيعدي يعني. تمام. هو عن طريق عدوى. تمام. هو عدوى فيروسيه. الاكتظاظ السكاني بيأهب كثير لموضوع، والبرد، برد شوي تضعف مناعة الجسم بالبرد، الانتقال من الجو الدافئ لو الجو البارد بيتعرض الواحد ل ممكن لفيروسات بسيطة. يعني هو عادة مرض بسيط إلا ممكن يكون شديد عند الأطفال الصغار أو الكبار اللي عندهم أمراض سابقة أمراض مزمنة بتضعفهم. أما بشكل عام هو مرض اسمه محدد لذاته، بيطيب خلال 7 أيام أو أسبوع مثل ما بيقولوا. حلو. إمتى بيصير دكتور التهاب القصبات هو مهدد إنه خطر أو بيهدد حياة الإنسان بالخطر، أو يعني يمكن إنه يؤدي إلى دخوله المشفى، وأحياناً يعني دائماً تعرض لخطر يعني، أو إن شاء الله يا رب ما يصير حالات وفاة؟ إن شاء الله. هلأ التهاب القصبات بحد ذاته يعني ما إنه مرض مهدد للحياة، ما إنه خطير. لا ما إنه يعني ما إنه خطير حتى لو ما اتطور. هلا ممكن يتطور. هو التهاب القصبات نحن قلنا القصبات بتتفرع بتتفرع بتصير اخر شيء الحويصلات الرئويه الاسناخ اسمها الاسناخ. هلا ممكن يكون جرثومه او فيروس يكون موجود بالقصبات ينزل ينزل على الرئه. هلا اذا هون نزل على الرئه معناتها تجاوز الخطوط الدفاعيه للجسم، كان جرثومه قويه نزلت على الرئه. هلا لما بتيجي على الرئه بصير اسمها اصابه رئويه غير اصابه القصبات. القصبات هي الطرق اللي بتؤدي للرئة. إذا انصاب الرئة هو العضو الحساس جدا، ما لازم يكون في فيروسات، ما لازم يكون في جراثيم. إذا دخل الجرثومة للرئة للأسناخ الرئوية هون الحالة بتكون شديدة ما أنا بسيطة. هون تتطلب تدخل طبي فوري. نعم. إعطاء الصادات الحيوية بإعطاء الأدوية المناسبة، مو الصادات الحيوية العشوائية اللي بيروح المريض لعند الصيدلي يقول له أعطيني حب أوغمانتين على كيفهم. هي هون المشكلة. صح. نعم. يعني مثل ما ذكرت حضرتك فعلا هو يمكن جهاز تنفسي بيتدرج ليوصل للرئة، وكلها يمكن هي طرق كل مرة بصير التهاب بمكان، وهي بيحاولوا انه يخلص الالتهاب ان كان بالبلعوم ان كان ما ينزل على الصدر مثل ما بيقولوا. يعني كنا نسمع عند اهلينا هذا الحكي حتى بعيدا يمكن عن انه توصيف الطبي الدقيق اللي حضرتك هلا وصفت لنا اياه. كمان يمكن الاشخاص اللي عندهم التهاب قصبات مزمن بفتره كورونا صار عندهم خوف كثير، انه انا اصلا بعاني، انه انا اصلا عندي مشاكل، يا ترى اذا اجى كورونا وقد اصبت ماذا يحدث؟ شو بدنا نقول لهم لمرضى التهاب القصبات المزمن؟ هل هن معرضين فعلا ليكون في اصابه خطيره في حال صار كورونا عندهم؟
هلا اصابه الشخص بالكورونا بصراحه ما كثير يعني إلا علاقة أنه في التهاب قصبات إذا كان أو ما إذا كان يعاني طبعاً عم نقول وأصيب شو ممكن أو أنا القصد تبعي أنه مريض التهاب القصبات المزمن ما نوع عرضة أكثر لأنه ينصاب بالكورونا تمام. بس إذا انصاب بالكورونا هو بتكون في عنده بالأساس نقطة ضعف تماماً وبتيجي عامل قوي جداً بنهار ممكن ينهار المريض وخاصة إذا كان معتمد على الأكسجين هو من غير شيء الكورونا ممكن تؤدي لضعف ضعف الرئة والاحتياج للأكسجين الدعم بالأكسجين بالأساس إذا محتاج أكسجين ممكن يؤدي للدخول العناية المشددة ولا سمح الله الوفاة إن شاء الله مثلا لازم يديروا بالهم على حالهم بشكل أكبر أكيد أكيد نحن دائما بنأكد على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين دائما هلا الحمد لله الحمد لله خفت الحمد لله وعي اكثر اخذوا اللقاحات وانتشرت اللقاحات الحمد لله خصوصا للكبار بالعمر يعني في اشخاص كثير سجلت على اللقاحات واخذت اللقاح طبعا شيء اكيد لازم تمام دكتور كمان نقطه كثير مهمه في عالم ايضا مع التهاب قصبات وصاب كورونا بس ما نزل على صدره نزل على معدته يعني دائما مو شرط انه والله تنزل كورونا دغري على الصدر اذا كان في شوي انه الانسان بيعاني من التهاب قصبات وهل في حال هي نزلت على قصباته كمان بده يدير باله اكثر يعني كمان اللي بياخذ مثلا مضادات حيويه ما فيه بالكورونا يضل يستمر انه ياخذها او يرجع لنفس الادويه بصير عنده مثلا ادويه ثانيه انه هذا صار انه في فيروس بجسمه شو الطريقه هلا نحكي فيها شوي الكورونا لها انماط كثير حكيتي حضرتك انه المعده او ممكن تتظاهر باسهال تماما اي تمام او ممكن تكون لا عرضيه تماما يعني الشخص عنده كورونا او بده يسافر عمل مسحه قالوا له عندك كورونا هو ما عنده اي اعراض احيانا بعض الاعراض العضليه يمكن والهيكليه تمام او ممكن تكون اعراض خفيفه هو ما يحس فيها او ما كثير يكترث فيها صح وصارت كثير في كثير ناس عندهم كورونا ما احتاجوا انه يروحوا لعند طبيب كانت الامور خفيفه بالمقابل في شق ثاني كثير كانت الكورونا شديده يعني هو مرض تابع لمناعه الجسم تابع لقوه الفيروس في تحورات كثير عم تصير للفيروس في نمط بسيط في نمط شديد كثير يعني تفرق كثير الموضوع احنا بنتمنى السلامه اكيد لكل الاشخاص للجميع. اللي عم يتابعونا والله يبعد الامراض عن الجميع شكرا كثير لك دكتور لكم. وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها شكرا.